ما احس احنا المغاربه شوف لبسنا هنايا بروش نشوف شي ما تجينا يعني دابا انت الطريقه كيفاش كبرتي لربما في عائله محافظه السلام عليكم بخير انا خايف مزيان هاني مزيان امورك بخير الله يحفظك انت اللي كنت باش نعقل لك كنت كنت طلعتي معايا شحال عندك مشاكل مع مراتك ياك يب فين وصلتي ويا فين وصلت طلقت يو نو ايوا اللي جاو انا من الناس اللي جاوا بالكي 1 هاي تيك سيت باش نتذكروا مزيان انت واحد الانسان يعني مثير الاهتمام يعني كيفاش الطريقه باش جيتي لهنايا ودبسي مع مراتك وبغات تجري عليك ولا تصيفطك للمغرب ياك ولا بقيت عاقل يا يا دابا شنو اللي كان تعاود لنا خي يوسف تعاود لنا كيفاش وقع لك المشكل معاها وعلاش بغات تصيفطك بحالك للمغرب انا نقول لك من ا جوسكا زد السيده اللي كنت انا وياها كانت العلاقه ديالنا مزيانه في الاول ما يمكنش انك تقول هاد الناس هادو شي نهار غادي يدابزوا يعني كنتو متفاهمين متفاهمين واعرين دابا اللي كان واقع مع هاد الامريكيه اللي كنت هي انسانه مزيانه الصراحه وما نشكرش ما نهضرش على راسي وتا انا كنت معاها مزيان غير هي كانت مبيعاني واحد الوهم شنو هو هاد الوهم هذا هو كانت عتبالي انا هي اندبندنت يو نو فاش جيت انا موبيت لهنايا كانت هي مع رومي تخرجت من الدار لابارتمنت ديالها ومشات تسكن على با عند باها وهنا هاد القضيه في ميريكان ماشي تالي راك عارف هما تيخرجوا صغار من الدار يو نو تما تيكون عندنا شي حاجه بسيطه العائله ولا تتدخل فينا وكذا وتتكثر الهضره كل واحد تي بالراي ديالو اذا شي حوايج اللي هي يمكن لا تديرهم انا ما مناسبينيش يو نو بحال هاد الحوايج هادو هاد الحوايج مثلا واحد النهار هنا فين النقطه اللي فاضت الكاس وما راه كاينين بزاف واحد النهار ناض تخرجات بالويكاند ما كانتش خدامه فات تليفون وما قالتليش في غادة ومشات يومين تنعيط ما تتجاوبنيش يومين خرجت من الدار ما كتهضر معايا فاش رجعت قلت لها في كنتي وكذا وعلاش ما تتجاوبيش قالت لي كنت عند اختي I'm free I was with in my sister house I'm free to do what I want okay you are free yeah she's free I agree with that okay you are free me too I'm free صافي مشينا هنا المشاكل زادت انا بقيت شاده من ديك هي ماشي تعتذر على هذاك على داك الحاجه لا ما اعتذرات وتا انا ما يعني ما هبطش الراس صافي مشينا تشادين باليدين تنقول لك دخلنا للمحكمه طلقنا الله يعاون الله يعاون انا دابا سير بيتيشن يو نو ما دفعت لي حتى شي ورقه ما قوه اللي ما عاطياش الواحد جابته من بلاد فراغ تيما ما دفعت لي حتى شي حاجه ما دفعت لي سوشيال حيت هي البيتيشن ام ذا ابليكانت يو نو في الكي 1 فيزا تكون ما عندي الحق ندير حتى شي حاجه هي اللي خصها ما دفعت لي والو صافي طلقنا انا عندي كيس مع الاميغريشن ناو وعندي اللوير نتاعي ومتبع المسائل ديالي الحمد لله خرجت من ولكن حبس مازال تنعقل في ديك الوقيته اللي طلعتي باش دوي كنتي بحال كنتي خايف وكنتي كتقول بلي راه باغا تجري عليا راه كتجمع عليا البوليس ما عرفتش شنو ندير شنو وقع لك في ديك الوقيته شنو درت انا نقول لك شنو بالضبط شنو وقع جات هي اخي سفيان كانت قالت لي حيت ما تصرتش ليها وعندي انا داير الباوا تعرف الباوا شنو هي الباوا violence against women. اوكي يو نو هذه تدارت للرجال واخا هي ديال حيت انا مو عنف يعني جيت واحد النهار باها قال لها ما يوليش يدخل عندي وخرجوا لي حوايجي على الباب وبقيت 6 سوايع في الثلج ديال ميشيغان ورجلي ولاو كحل ماشي زورق بالبرد ولاو كحل وجات لومبيلونس البوليس داروا الريبورت ديالهم وداوني للطبيب فهمتي وعاد قطعوا داك البروت كان اخويا تيقطعوه بلا ما قص اقسم لك بالله قوه الالم اللي عندي في الرجل باش عاد عطاوني ضربوا لي الشواك وجلست في السبيطار 5 ايام وانا في السبيطار ديال مينتال هيلث
يو نو تيعرفوا النفسيه ديالي راه هذه امريكان راك عارف راك عايش انت فيها وحنا عايشين فيها. جلست تمايا من بعد فاش جيت نخرج مال تتخيل راسك انت تخرج من اوسبيتال ما تلقى حتى واحد ما عارف حتى انت راسك اين بلاصه انت فيها. من باب الاوسبيتال تنعيط على واحد الجمعيه وهذه رساله اسمح لي نوقف هذه النقطه. الناس اللي جايين لامريكا خوتي يخدموا على لونج تعلم اللغه غير باش تهضر غير في التليفون على ابسط مشكل يمكن لك تقول شي حاجه. المهم بقاو في القصه هذه المره هذه ويوبا فايتين ضربوك يعني جسديا؟ لا ما كانش عندي ضرب جسدي. انت ما عمرك ضربت شي يوم ولا هزيتي؟ لا نو 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 وكانت عندي كره رجعتني للمغرب وجات هي من بعد فاش داك الريبورت طلع ليا ديال البوليس وسمعات الفاوا حيت انا قلتها ليها وديك الشيء ولات قالت لي تتفك هي باغا تفك غير مني خايفه من المشكل يو نو تتقول لي انا نخلص لك البيه ديال الطياره ونسيبورتك في المغرب دير مشروع يو نو ارجع للمغرب واخا كون كانت تعطيني ديك الفلوس باليزه هكاك وتقول لي ارجع للمغرب غنبقى هنا حيت انا لقيت راسي في هذا البلاد. ولكن اه اسمح لي شوف دابا خي يوسف شوف انا من عادتي ما كنحكمش من 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 زاويه وحده كنبغي نسمع لجوج ديال الناس. يعني قلتي لي بزاف ديال المشاكل كانوا كيوقعوا زعما انت ما عمرك درتي حتى شي حاجه غلط. الحاجه ديال الغلط هي واحد النهار درت فقتها وما وقع فقتها كان الكريسماس اوكي هنا وكان الاحتفال عندهم في الدار. انا مع الاول راك عارف حنا مغاربه كنت متحمس اني نشوف الكريسماس اول مره في حياتي. بقيت نعلق معاه عندها هي شي بولات ورتاهم على جداده تيتعلقوا في الشجره يو نو بقيت نعلق وهي تقول لي باك اب باك اب وما يمكن ما شافتنيش وقاصتني بالضفر عندها دايره نيرف دان يو نو وقاصتني في وجهي وقربات لي لعيني. ليت انا تقلقت درت فيها اوكي يو نو من تمايا هي بقات شاده فيا تما حقدات You know, قلت you don't have to be rude with me. You know, it's just so excited to share the Christmas with you. That's it. You know, هادشي اللي وقع. من تما وهي المرأة ديالي ضعيفة الشخصية. ومع ذلك تنحترمها وتنبغيها حيت كانت ترولا. You know, ما كنتش عوال نلعب عليها ولا نشوف شي وحدة أخرى ولا دايرها طريق. وشتي غنقول لك واحد الحاجة باش ما يقولوش الناس راه المغاربة راهم ولاد الحرام. شتي عندي الفاوة. قالت لي المحاميه واش بغيت تتبعها وتخرج لك التعويضات على الكره ديالي على كل شيء حيت انا مازال متحت منها. قلت لها انا ما باغي منها والو انا باغي الجرين كارد ديالي والوراقات ديالي ماي بيبر وورك اوكي. ولكن حيت انا تيبان لي شوف تيبان لي ما وقيلا حيت التفكير المغربي شوف ما صعيب بزاف تلقى شي واحد من المغرب اللي غيتفاهم مع قاوريه من غير الا كان واحد الانسان كبر بواحد الطريقه يعني كيعاون الوالده ديالو وكيقدرها هكذا بزاف د الحوايج هذاك هو اللي قدر شويه يتقرب للفكر الامريكي. زعما انت ما كنتيش زعما قصحتي معاه مثلا في المعيشه مثلا كتجي كتقول له وسدي لي الماكله وجدي لي هذه ديري لي هذه صوبي لي هذه يعني ليميتيري سامثينغ خويا سفيان. وبصراحه شتي هاد المراه هذه عندي عندها منتال ايشو واخا هذه اسرار ديال ما خصنيش نقول. شوف كل واحد هنا في امريكا عنده منتال عنده المنتال ايشوز يعني شوف اي عنده شي مشكل بصحيح انت تاكل الدواء وتتنعس بزاف ما هي ما تسمعش. زعما هادشي هذا اسمح لي نسوق زعما هادشي هذا ما عرفتيش كيفاش كنتي في المغرب كنت عارفه انا جايك غير على هاد القضيه حنا جايين حنا ما تنقولكش عيب انا عارفه لا ما عنديش مشكل مع هادشي دابا غير جايك نهضر اسمح لي غير نكمل النقطه اللي عندي. هادشي اللي قلتي اخويا سفيان هادشي انا عارفه من قبل وفاش قلتي لي زعما تتوجد لك ولا شي حاجه وتدير لك ولا ديري لي ولا فعلي لي نو مان خصك تعرف هاد العبد الضعيف هي روجيستر نورس. انا كنت تنوض في الصباح بخمسة الصباح هي مازال ناعسة تنوض تنوجد المسائل تنديماري الطونوبيل تنحيي الثلج تنديها للخدمة حيت ما عندهمش باركي لاط وتنمشي كنت داير يو اس ال انجلش سيكوند لانجويج وكنت تنمشي نقرا وفاش تنسالي تنمشي نخدم من تحت الطابلة كاش بس ما كاش ما عندي لا سوشيال لا والو وتنجي وتنهزها عاوتاني وتنجيبها تندير لها كي داك البيبي يو نو تنتهلا فيها معاها مزيان وكانت هي انا متاكد
واخا انا ما العلاقه ديالي انا ساليت تيقول لك اللي طرقك بخير بني عليه حال وراه كانت تتصافت صحاباتها غير هذه ما كاملش حتى 15 يوم واحد البنت صاحبتها عيطات لي حتى تقلق لي فين راني واشنو ما عطيتهاش راس الخير يو نو حيت انا هذه العلاقه هذه ساليت منها ديك السيده نقدر نطلقها شي نهار انا عنقها ولكن باش تكون بيناتنا شي حاجه راه ما عمرها ما تولي فهمني دابا انت هي ما كتقاطع بزاف الهضره قلت لك انت ديجا عرفتي عند هاد العيوب ولا هاد المشاكل النفسيه في المغرب yes. وكنتي موافقه عليهم يعني ما حدك تزوجتي بها الا انك متقبل داك الانسان بالعيوب ديالو بكل شيء يعني فاش جيتي لهنايا صافي بديتي شديتي الخدمه شديتي الطوموبيل الدار كل شيء بحال اللي بقيتي ما كتقبلش دوك المشاكل ديالها النفسانيه وليتي كتبغيها تولي انسانه واحده اخرى يعني ما تبقاش مريضه ما تبقاش دير هادي يعني المشكل واش منها ولا منك نتايا نقدر في هذه النقطة هذه كل واحد عندنا عيوب ما كاينش شي واحد بيرفكت يعني أنا واحد الحاجة اللي هنا غادي ما اسمح لي راه ما تنقاطعش اللي غادي نقدر نلومها the thing between us doesn't work out هذه هي الأولى علاش ما كانش عندنا ذاك المحيط ولا حنا ما كناش اندبندنت تحت سقف واحد اللي غادي نحلوا مشاكلنا بوحديتنا ما تدخل فينا لا عائلة لا حتى شي طرف براني يو نو الناس في الزواج فاش يكونوا عاد يلاه تزوجوا راه صعيب انهم تيتفاهم راه تكونوا مصاحبين راه ديتين راه ماشي هو انك ميريج لايف وكنا تحت سقف واحد انا متاكد تكون الامور بعد ما نوصلوش في هذا الشيء هذا زعما كنتي غادي متاكد زعما كنتي عايش معاه في المغرب واحد المده ما غاديش تجي مع الامريكان نجي مع الامريكان لا فهمني شنو بغيت نقول لك شديتي الوريقات شديتي الفيزا جيتي الميريكان بديتي الخدمه بديتي كل شيء ما بقيتيش قاد على هذاك الشيء اللي انت اصلا تحملتيه في المغرب ما شديتش انا الوراق انا ما شديتش الوراق دابا انت راه مازال ما شديتيش الجرين كارد الاولى انا ما عندي لا الجرين كارد وما عندي السوشيال يعني دابا انت حاليا راك مهدد راه لحد الان انت مازال ما مهدد ام سيلف بيتيشن وراقي في الايميجريشن وعسى نعرف الناس جرين كارد مازال كيف انت مازال ما كيخدموا في القضيه ديالك يا حيت عرفتي شنو هي الجرين كارد باش كتجدد بعدا في الاول كاينين جوج جرين كاردات انت راك عارفهم كاينه ديال 3 سنين كاينه ديال 10 سنين دابا انت الاولانيه مازال ما شديتيهاش واصلا ها وكتجددها خاص المراه ديالك تسني لك وتبين لك انك كتخلص معها الكره وقد على راسك وهي راضيه عليك وبزاف ديال الحوايج دابا انت من الاول رونتيها معاها زيد عليها الكيوان اللي جيتي بها تيقولك باللي 90 يوم غادي تجوج الا ما تجوجيش ترجع بحالك يعني واخا تجوج راك مازال في المرحله ديال مؤقت يعني مازال ما شديتيش اقامه دائمه او جنسيه دابا انت حاليا يعني الكيس ديالك كامله يعني الوراق ديالك كامل مازال ما مضمونش يعني دابا انت كتفيق ما عارفش كتقلب الايميل خايف ما عارفش شنو غايقول لك المحامي لا ما عارفش شنو غتقول لك السفاره انت حاليا مازال ما مانستاليش نقول لك واحد المساله انت اخويا سفيان تنحترمك وكل واحد تيعرف على داك الشيء اللي قد انا جلست مع الاميجريشن لوير الناس اللي دازوا عنده نفس الكيس تنعرف اربعه ديال المغاربه ذا سيم سيتويشن خداو الجرين كارد ديال 10 سنين وانا شنو قلت لك في الاول سيلف بيتيشن ما بقيتش على حسابها حيت ترو ذا باور باش تكون معنف راك في امريكا انا خويا راه بلاد القانون يو نو افهمني دابا انت ماشي انت ما ديرش الغلط هي ما ديرش الغلط بجوج بيكم ما ديرش الغلط ولكن راك جاي هنا هي طريق زواج انت راك جاي لهنا راه الميريكان تعاملات معاك باش جينا نتقس حدا مراتك دابا انت ما تدقى الاولى ما بقيتيش مع مراتك اش دير هنا رجع بحالك للبلاد دابا تدقى الاولى عندي شنو تيقول لك بالفيزا غنشوفوا الشروط بالفيزا ديال الكي 1 شنو هما باش تدخل لامريكا يوسف معاك دقه غير نوضح لك يوسف اسمعني انا ماشي زعما بغيت نكون سلبي معاك انا تنقولك شنو كاين انا ما غنقولكش هذاك صاحبي دار هكا دار هكا ربما الحاله ديالو وحده اخرى اللي بغيت نقول لك هو انه انا راه كنت جاي عليا نعطيك جرين كارد ونسيبورتيك وكل شيء ولكن ما نافقكش ما نجاملكش ونعطيك شي شي امل اللي هو نقدر في الاخر يوقع لك شي مشكل شي حاجه بغيت غير نقول لك باللي لربما كون صبرتي في الاول الا ما تكمل الورقه ديالك وجرين كارد ديالك الكيس ديالك تقدر تكون ساهله شي شويه يس اي اجري وذ يو دابا واحد المساله اخي سفيان سؤال تبدي ما مع شي واحد انت شوفها على انها بقات لك عامين ولا ثلاث سنين حيتاش الغلط جا منها اما الا جا الغلط منك انت يعني تما تلوم راسك انت لانك انت قبلتي بديك الانسانه اما مثلا جاي كيوان اسمح لي جاي كيوان ولا جاي زواج
وجات لهنا وتقلبات ولات كتخون كل ولات كتخرج بالليل وداك الشيء، انا غادي شنو غنقول؟ هذيك الانسانه مشات لان جا لعب منها، شنو غندير؟ غادي نصبر معاها، نشد الوريقات ديالي والله يسهل عليها، كيف ما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. ولكن انت ما صبرتيش، انت دابا في البدايه ديالك خرمتي كل شيء. نقول لك واحد الحاجه، ماشي خرب. دابا انت اخويا سفيان كون كنتي بلاصتي اي سوا وتنحلف لك وتنقسم لك بالله راه ممكن دير شي حاجه اكثر من هكا. وشي فاش كنت انا حداها كنت ما عايش، فهمتني؟ فاش كنت حداها كانت ما عنديش الحياه. متفق معاك، شوف متفق معاك. يوسف كانت فيري رود سو مين تو مي كولينج مي نيمز ا لوت اوف شيت از اوكي. شي نهار اللي خرجت من ديك الولايه وجيت لهنايا اللهم لك الحمد خدام وعندي بوست مزيان واخا بلا ورقه كاش يو نو. دابا في حياه، نعم دابا في نظرك هذه حياه بالنسبه اللي كنت عايش فيه. انا جاي وتا عايش فيها ماشي حياه، ولكن واش هذه دابا في نظرك حياه؟ لا احسن بادر يو نو، تتولي عندك الفريدم ديالك، تتولي انديبندنت، تتولي ماشي غادي وخايف لا تلقى الباب مسدود والثلج ماشي كنا صاحبي ما كاينش شي وكشي كون انا نلقى هومليس. انا دابا نلقى هومليس حدا الدار ما عندوش بنيبات في الثلج، غادي نهزو وغادي ندخلو. يوسف اسمح لي شنو نقول لك. شوف انا ما عمري ننصح شي واحد يجي لهنا يضحك على شي وحده ويشد الوريقات، ولكن الا جيتي لهنايا والقوري هي اللي خرج منها العيب وحطاتك في هذا الوضع هذا كامل وخانتك وزيد وزيد وشديتي الوريقات ومشيتي بحالك، حتى واحد ما غيلومك، حتى واحد ما غيقولك انت جيتي لهنا وسختي في سميات المغاربه، لان العيب جا منها. ولكن انا غير تنقول لك كاخ، لربما كنت زدتي غير صبرتي واحد شويه ودرتي عين شافت عين ما شافتش كيف كنقولوا بالدارجه، شد غير الجرين كارد الاولى ديالك. ويا سفيان حاولت وما قدرتش، حاولت حيت ربما انت صحابي ولا حيت حنا المغاربه شوف نفسنا هنايا كنصبروش شي yes. ما تجينا يعني دابا انت الطريقه كيفاش كبرتي لربما في عائله محافظه ما كتشوف yeah. كتخرج بالليل ولا كتخرج يومين، انا معاك متفق معاك ما كنلومكش دابا انت يوسف، حنا ما كنلوموكش، ولكن راه لمصلحتك واي واحد يتفرج طاح في السيتياسيون ديالك وهي اللي خرج منها لعيب صبر. لانك نقول لك واحد الحاجه شتي اختها قالت لي واحد النهار كنت جيت من الجامع اقسم لك بالله هاد اختها هادي كنت جيت من الجامع بحال هكا وانا ندخل كي بقيتي مزيان قالت لي وري وا قلت لها كنت في عاد دماسك قالت لي ار يو ا تيرورست وبدات تضحك اقسم لك بالله هاك حيت هي ايثيست يو نو وقالت لي ما اي دونت كير باش تكون اي تي اس دبا الراس هذاك تيكون شغاله ما سوقيش فهاد الشيء. هاد اختها نقول لك دابا حتى العلاقه كي مبنيه، انا تلاقيت هاد المراه عن طريق اختها التوام ديالها يو نو. المهم بقات ديك المساله علاش اختي تزوجت، راك عارف الامريكانيات والعقليه عندها شرف كبير انها تقول راني غير تزوجت، تزوجات وطلقات تتقولها افتخار شي حاجه زعما فهمتيني. فهمتك لا هاد الكومونتيرات ما خاصهمش يكونوا يعني قله الاحترام اصلا ما خاصهاش تضحك بهذا الشيء. شوف انا معاك يوسف، شوف دابا من هذا الشيء كامل اللي فات دابا فين وصلتي انت والمحامي ديالك؟ انا والمحامي ديالي دافع عليها كل شيء مخلصه ناضيه، تنتسنى الاميغريشن. الاميغريشن دابا ثقيله الناس بوراقيهم، ماشي انا عاد عندي فاوا عندي كومبليكيتد كيس يو نو. يا دابا انت مازال في ميشيغان؟ لا اش من ولايه تحوت من ميشيغان حيت هي كنت خايف ان دير شي اكت ولا شي حاجه وما وكنت خايف تمشي انا جاي كنت في ميشيغان خايف تنخدم ما عنديش اصاحبي ما عاوني حتى واحد. انا تنقولها دابا اقسم لك بالله ما عاوني حتى شي واحد كنت تنخاف نمشي تنخدم ومشي تجيب لي الاميغريشن ولا شي حاجه. فهمتك. ونو في نفس ستيت وخرجت من ستيت ومشيت لويسكانسن، انا في ميلواكي. ميلواكي نو يا مشيت لميلواكي وتما لقيت ناس دراري مغاربه رشدوني فين نخدم. نعم نسولك واش عندك مراتك في انستغرام ولا عندك صحابك مغاربه كيعرفوها ولا قرابين ليها ولا شي حاجه؟ لا محيت تصاور كاع كاملين ما عنديش مطاق ديالها ولا شي حاجه. المهم انت كنتي كتطلع في الانستغرام شحال هادي وكنتي كتطلع بتصاورك مع داك الشيء yeah. انا واحد النصيحه اخرى باش قبل ما ننسى، الا كتطلع في اللايفات حاول ما تبقاش تهضر فين راك شنو كدير
كذا، لانه ما كتعرف شكون اللي كيتفرج فينا، يقدر يكون شي مغربي مريض كيعرف كاع اللي عندنا في الانستغرام بعيالاتهم كلشي، غيصيفط لها شي ميساج غيزيد يبقى يدير لي المشاكل. اللهم شي حوايج مثلا شخصيه وانت في هذا اللوكا ديالك حاول نتجنبوهم. حتى لو فين راك ماشي مشكل، غير ترجع عاودنا غير الوضع ديالك انك مزيان بخير خدام صافي. لا بغى شي واحد وقادر انه يمشي يقول لها اي دونت كير، لا قدات عليا دابا، هي لا قدات عليا، انا قلت قادر نصيفط على الحبس، اقسم لك بالله الشيخ هي سوفيا لا بغيتي كاع نصيفط لك ليفيدنس اللي عندي، عندي شي حوايج ما راني عليها ما هضرتش فيهم في اللايف، تقول لي هذه راك تصيفط على الحبس اخويا يوسف، نصيفطهم لك بريفي وغادي تشوفهم بعينك، نصيفط على الحبس. المهم انت غير شوف نقولك اخي يوسف، شد محامي زوين بقى معاه تبع القانون. دابا انت داير ان ما خصهاش تقرب لك ولا تصيفط لك ولا تواصل معاك باي طريقه، يعني القانون تيحميك. المهم بغي حاول ما امكن تبعد وبقى مع المحامي. المحامي غادي غتوصل لمرحله غتوقف قدام هاد القنصليين هادو وغادي يسمعوا لك وغيوقعوا شنو وقع، باش ما غيقروا واش غيعطيوك الوراق ولا لا. نقول لك الكيس ديالي بحال الجوري ياك، غادي توقف قدام الجوري زياد نو باش تكون عندك الفاوا، الفاوا تتابروفا، تتابروفا عندكم في واشنطن سياتل دي سي ماشي سي يا واشنطن دي سي، تما فين كاين المركز ديالو تتابروفا، باش تجي ديك الفاوا هي قويه من الاميغريشن، القوانين اللي فيها القوه ديال ديك ديال ديك نقولوا داك الدوكيمنت ديال الفاوا قوة من الاميغريشن، باش يشوفوها تيعطيوك الجرين كارد ما تيهضروش معاك، تتوصلك الجرين كارد ديالك عند المحاميه تصعيط لك الو بلان، تبقى متبع بعدا في السيت فهمتيني، تمشي عند الاميغريشن تمشي عند المحاميه تعطيك الجرين كارد ديالك، والمحامي اللي شاد هنايا من احسن المحامين اللي كاينين في ويسكانسن كاع كامله في الولايه، عرفتي راه بحال طايحه عليا هذه المحاميه اخويا سفيان، راه ب 7000 دولار وليني ماشي مشكل عادي ماشي مشكل. دابا انت خاصك تقاد الوضعيه ديالك وعاد شوف انا واحد الحاجه اخرى زوينه، شوف قلتي لي انه عندك الحق انك تغرقها ودير لها كاع مشاكل، ما حاول انت كون هو اللي زوين فهمتيني. يا واش اللي قلت لك، واش المحاميه وقالت لي الايفيدنس اللي عندك وبقات تقول لي اسوير ذا جاد يو غانا جيت يور جرين كارد، صافي راه كانوا ايفيدنس، وقالت لي واش باغي تتبعها، فاش قلت لها No, I don't want anything from her. قلت تشوف هي ديك المحامية. قلت لها I still love her. هذا هو اللي زوين، بحال راك عارف حنايا في المغرب. ماشي تنكذب ولا تنصنع الشخصية. I still love her and I love her. حيت داكشي اللي دوزنا أنا وياها راه ماشي عادي. فهمتك. راه ماشي عادي. حاول تكمل خدم، خلص الطاكس ديالك، هذاك البلا اللي قلتي ديال الكاش، حاول يعني يكون واحد الإنسان اللي مسامح. كيخلص الطاكس ديالو ما كدير له مشاكل لا والو، ما تسبيدي ما دير له مخالفات تيكي، لانك دابا no. حاله سير بشويه عليك حتى تقاد الامور ديالك، وتما ضحك نشط سافر تصاحب دير اللي بغيتي، خدم دابا على راسك صوبي جمع والله يسهل لك اخي يوسف، هادشي اللي غنقدر نقول لك. الله يحفظك ابا سفيان، تهلا لي في راسك، نرجعوا للخدمه سير خدم يلا تبارك الله عليك، الله يسهل لك اخي يوسف. شكرا، الله يحفظك اخي سفيان. ناري هذا الانستغرام، هذا ما خليت ما شفت، اقسم بالله الا ما خليت ما شفت الانستغرام حق الرب.